مش انا ما عنديش غير واد واحد، لكن ايه طلع جوكر. اول مره يطلع من تحت درسك حاجه لامك، كنت بحسبك بخيل ومعفن زي ابوك الله يرحمه. ابوك يا صلاح كان يجيب المانجا ويخبيها ويدخل الحمام ويقفل عليه ويقعد ياكل ويرمي القشر والبذر في الكبانيه ويشد عليهم السافون، ولما اقول له في ريحه مانجا يقول لي تلاقيها جايه من منور من عند الجيران. طب سيبك بقى من ابويا ومن المانجا، في حاجه مهمه جدا نسيت اقول لك عليها. خير؟ انا اتجوزت. الحمد لله. الحمد لله. اللهم اديم علينا نعمه واحفظها من الزوايا يا رب. انت عارفين ان انا حضرت عزايا؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ كنت واقفه بعيد شفت العزا. بصراحه بقى عدد الناس اللي شفته في العزا ما كيفنيش، ده انا كنت فاكره ان انا محبوبه اكتر من كده بكتير. انا كنت مستنيه الاقي في عزايا ده عدد ناس اكتر من اللي كانوا في جنازه عبد الحليم حافظ. اه والله، والتلفزيونات تذيع الخبر والمذيع كده يبقى بيتشحتف وهو بيقول وها هو اليوم الحزين يسيطر على جموع الشعب في رحيل المحامية الشابة نعمة سعيد أبو علب. يفط مدلدلة من البلكونات من الأسطح ومكتوب عليها وداع النعمة وصورتي عليها كده بالتربونة. بتضحكوا؟ طب إيه رأيكم بقى إن حتى أداء أقرب الناس ليا ما عجبنيش؟ أنتوا كلكم كده على بعضكم ما عجبتونيش، إلا ما شفت حد فيكم مثلا جاله سكتة قلبية من الحزن عليا، ولا واحد ماسك جركن بنزين عايز يولع في نفسه وكلكم عمالين تحشوه وهو عمال يفلفص ويقول لا مش عايش ولا يوم من غيرك يا نعمة. اضحكوا اضحكوا، ما هي ده أحسن حاجة إن الواحد يموت بس ما يموتش، يعرف بقى اللي بيحبوه من اللي مش بيحبوه بجد. سيبكم من الهزار، عارفين مين اللي اتضايقت منه بجد؟ محمد. ده ما حضرش العزاء اساسا. محمد فعلا ما حضرش العزاء مع انه كان حاضر واحنا بندور عليكي، بس بعدها ما ظهرش. يا جماعه ما تظلموهوش، ما حدش عارف ظروفه كانت ايه. السؤال الاهم، مين محمد؟ محامي تحت التدريب شغال مع نعمه. طب وكتاب الله الواد ده انا كنت بحسه اخويا الصغير. بس يلا، هو الواحد بيعرف الناس ويعلم عليها. طب طالما غالي عندك وبتعز للدرجة دي كلميه وهات بيه. ما هو انا يا اذكى اصدقائي لو معايا تليفوني اللي عليه نمر كنت كلمته ومسحت بكرامته الارض. طب لو اقسمت لك بالله اكرم ان انا حزين على تليفوني بكميه النمر والعلاقات اللي عليه اكتر من حزني على قتلهم ليا، هتصدقني؟ ده انا لما كان بيبقى في حلاق بهايم جاي يشهد في قضيه كنت باخد رقمه واسجله واروح ازوره في البلد هو وابوه وامه. تليفون نعمة أبو علب المفقود ده كنز. الحمد لله إننا ما اتحرمناش من قعدتك الحلوة. الحمد لله. بركة رجوع نعمة لحضنك يا أبو نعمة. مين؟ أبو نعمة تاني؟ الست دي لو قالت لأبو نعمة تاني هديها بأي حاجة على دماغها. خلاص يا أبو علب خلاص. هو مفيش فايدة فيك ولا إيه؟ إن أبو نعمة قال. حقك على ست محروس. بقول لك ايه، انا هديك عنوان الواد ده مش عشان ترجع الشغل تاني، ده واد واطي اللي ما حضرش عزايا ده. انت تروح له وتخبط عليه واول ما يفتح وتلاقيه في وشك تتفه في وشه وتقول له دي من نعمه. مش ممكن. نبي عسل. اصوتي.